الكثير من الناس ما عندهمش درايه او لا ثقافه انه او وعي بانه كاين بعض الاغذيه او التغذيه اللي ممكن تجلب التوتر، انه يحس براسو معصب، يحس براسو ما عندوش القانه، يحس براسو باغي غير معامل بحال هكا، يحس براسو بانه مقلق. وكاينه اغذيه سبحان الله كتجلب السعاده وكتعطي النشاط والحيويه وكتبان لك الحياه ورديه. هذا هو اللي غنتعرفوا عليه معاك الدكتوره عفاف حافظ فقرتنا صحتي في ماكلتي. اهلا وسهلا بك ومرحبا. مرحبا جهان، شكرا، بارك الله فيك. لاباس عليك؟ كل شيء بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. كما ذكرت لاله عفاف انه الكثير منا يعني اللي قليل الوعي في المساله، انه راه كاين تغذيه اللي ممكن انها توترنا وكاين اغذيه اللي ممكن انها تفتح لنا الشهيه باش نزيدوا ناكلوا ملي كنكونوا متوترين. يعني مجموعه ديال المسائل اللي هي مرتبطه ببعضها ومرتبطه بشكل كبير بنفسيتنا لاله عفاف. نعم، هو قبل ما نهضروا على الاغذيه لاله جهان، تنوعي بان التوتر ماشي يعني ماشي غير كيخلينا اننا كندوزو نهار خايب او ما كنعيشوش مزيان. نعم، التوتر عنده واحد الاضرار خطيره على الجسم ديالنا. يعني هذا التوتر اللي كنعيشوه دابا راه هو اللي كيخلينا من بعد يعني 20 عام ولا 30 عام كنلقاو راسنا مع واحد الباكي ديال الادويه ديال جميع الامراض، حيت دابا راه القاسم المشترك بين جميع الامراض اللي كاينه في العصر الحديث ديالنا هو التوتر. نعم. يعني لي فاكتور دو ريسك، فاش كنشوفوا شي مرض كنشوفوا شنو هما لي فاكتور دو ريسك ديالهم، يعني شنو هما العوامل اللي كتقدر تسبب لنا في هذا المرض. يعني بدون استثناء جميع الامراض لي فاكتور دو ريسك ديالهم كنلقاو ان كاين لو ستريس وكاين التوتر. نعم. دونك كل ما نهضروا على التغذيه نهضروا على شنو هو التوتر بعدا. التوتر هو رد فعل ديال الجسم على واحد الاشياء اللي كتهدد السلامه ديالو. نعم. وكتفقدوا التوازن الداخلي ديالو، وهذا الرد الفعل ديالنا هو اللي كيساعد الانسان على الحفاظ على النفس ديالو، الحمايه ديال على النفس ديالو من بزاف ديال المهددات. هاد المهددات كتكون مثلا يا عضويه، مثلا كتكون امراض، جروح، جراحات الى اخره، او لا مهددات نفسيه واللي هي اللي كنعيشوها بزاف، قلق، خوف، احباط، حزن، اكتئابات فوالا، اكتئاب الى اخره، طفيفه، اكتئابات طفيفه باش ما نغرقوش شويه المعنى والعمق ديال الكلمه. نعم تفضلي. دونك شنو كيطرا فاش كتكون هذه المهددات؟ الجسم ديالنا كيفرض لنا هرمونات اللي هي هرمونات توتر. نعم. على الراس ديالها هذه الهرمونات كتفرضها لنا سورينال الغده الكظريه. دونك كنلقاو لادرينالين والنورادرينالين اللي كتفرزهم لينا الميديولو سورينال، وكاين الكورتيزول اللي كتفرزو لنا الكورتيكو سورينال. دونك شنو هو الدور ديال هاد الهرمونات هادو؟ هو كتحضر الجسم للتعامل مع داك السبب ديال التوتر. يعني هي غيدير مواجهه او لا هروب او لا دفاع عن النفس. وهذا الشيء هذا باش هي كتزيد لنا من ضربات ديال القلب ديالنا، كترفع لنا من الضغط ديال الدم ديالنا، وكتزيد لنا من ضخ الدم العضلات ديالنا. عليها كنلقاو في لي سيتوياسيون ديال لو ستريس الواحد كيقدر يدير شي حوايج ما غيديرهمش هما في الحاله العاديه، ما كتوقعهمش منه. فوالا، ما كتوقعهمش منه. دونك هذا هو كيكون تحت التاثير ديال هاد الهرمونات هذه ديال التوتر. دونك التوتر هو كاين جوج الانواع. كاين توتر اللي نقدروا نسميوه عادي، اللي هو كتكون فيه الافراز ديال الادرينالين. مثلا شي واحد غيدخل يدوز شي امتحان، شي واحد كيتسنى النتيجه ديال شي تحليله او لا شي امتحان، شي واحد سمع مثلا شي خبر اللي ماشي هو هذاك. يعني التوتر اللي كنعيشوه في يعني اللي هو عادي، وهذا التوتر هذا فوالا هذا التوتر هذا هو ما كيدومش بزاف. يعني الادرينالين كيتسكريتا ودغيا كيتيليمينا بار لي فوا اورينير، هو مؤقت. التوتر اللي خايب واللي غنهضروا عليه واللي كيدير المشاكل هو التوتر المستمر، اللي هو كيكون الافراز ديال الكورتيزول. عندنا ليبوفيز كيسكريت لنا واحد الهرمون اللي هو لاسيتياج، وهذا كيهيج لنا هذيك الغده الكظريه وكتفرز لنا الكورتيزول. هذا التوتر هذا هو اللي كنعيشوا دابا، ديال مثلا انا ديما متوتر، خاصني الدار، خا الكريدي، الولد غيمرض غدا، واقيلا قدام الصباح مريض، خاصني باش نشري هادي، خاصني ندير هادي، خاصني ندير هادي. هاد لو ستريس اليومي عايش معاك. نعم فوالا، عايش معاك. دونك كيخلي هاد الكورتيزول دائما مرتفع في الجسم ديالنا. نعم نعم. شنو هو الضرر ديال هاد الكورتيزول هذا؟ حيت الهرمونات عندنا بحال انشان.
يعني فاش كيترتفع مثلا واحد الهرمون بواحد الشكل غير طبيعي دونك اوتوماتيكمون كيرفع معاه هرمونات اخرى. دونك فاش كيترفع لنا الكورتيزون كيترفع معاه الانسولين كنلقاو حتى هو دائما مرفوع عليها كنلقاو ان مع المده البنكرياس ديالنا ما كيبقاش خدام دونك كيجينا الديابيت او داء السكري. كنلقاو لهاد المطالبه اللي ولات ديال السكريات بكميات كبيره. الناس ولاو كياكلوا السكريات بزاف حيت الانسولين ديما مرتفع في الجسم ديالنا كترفع لنا التخزين ديال الدهون. يعني هاد الظواهر ديال السمنه اللي ظهرت الى اخره. دونك الهرمونات الاخرى اللي كترفع لينا هي الهرمونات ديال الشهيه وهذه هي اللي عندها علاقه بالاكل. الهرمونات الشهيه اللي هي لا ليبتين والغريلين هو فاش كيرتفع الكورتيزول يا كيرفعها يا كيهبطها. عليه كنلقاو الناس فاش كيتوتروا يبقاو ياكلوا بزاف يعني بواحد الطريقه اللي هي خياليه وهستيريه وبدون وعي. اولا كنلقاو واحد فاش كيتوتر ما كيبقاش يقدر ياكل بحال اللي صافي كيتسد فوالا كتسد ليه الشهيه ما كيبقى يهبط حتى حاجه. دونك هنايا بغيت نمشي غير واحد النقطه نديروا فرق بين الشهيه وبين الجوع. هو التوتر ما كيعطيناش الجوع كيرفع لينا الشهيه حيت الفرق بيناتهم الجوع هو واحد الاحساس اللي هو عادي يعني طبيعي باش نسدو كناكل اي حاجه اللي هي قدامي مثلا اي حاجه لقيتها غادي ناكلها باش ما يبقاش فيا الجوع. باغ كونطخ في التوتر كنبغي شي حوايج معينين يعني انا فاش كنتوتر كنلقى الواحد فاش كيتوتر كيمشي كياكل الحاجه الحلوه مثلا او لحاجه حلوه معينه كياكل الحلوه او كياكل الشوكولات او كياكل يعني شي حاجه معينه كتجيه وهنايا فين كاين الضرر حيت ما كيبقاش يتحكم يعني هذاك الاحساس ديال الشبع اللي كنحسوا به وكنساليو به الماكله هو ما كيحسش به. يعني كيقدر ياكل واحد الكميات اللي هي كبيره بزاف وهذا الشيء اللي كيعطينا يعني كيعطينا السمنه وخصوصا على مستوى البطن حيت الكورتيزول كيساعد على الستوكاج ديال الكغاس على مستوى البطن. عليه دابا راه ولات عندنا يعني كل اغلبيه تقريبا عندهم الكرش السمنه او نحافه لانه كاين عاوتاني ولا نحافه في الناس اللي ما كياكلوش ولكن راه 60% ديال الناس كتجيهم بالاكل. نعم راه خصوصا الناس اللي عندهم داك لو ستريس ديال لو ريجيم داك ستريس ديال فقدان الوزن ديال انهم غلاض وداك الشيء في لو ستريس كيجيهم يعني باش كيتستريسوا كيبداو ياكلوا بزاف يعني كيلاشيو كيطلقوا العنان يعني الشعور هما للعفاف حافظ داك الشيء كيكون بدون وعي وهذا الشيء اللي غنتكلموا عليه. تفضلي لالا مرحبا. اها الاول عضو كيتاثر بهذا الكورتيزول هو الجهاز العصبي ديال الامعاء لو سيستيم اونتيرن. تماما هذا الجهاز العصبي ديال الامعاء عليها كنلقاو في العصر الحديث كلشي ولا كيتشكى بلي غاز كلشي ولا كيتشكى بالانتفاخات أو الأعصاب في المسارن فوالا هي هذيك هما هادو أعصاب في المسارن هاد الشيء كامل سببو هاد الكورتيزون اللي عندنا مرتفع وهاد لو ستريس ديالنا. وحتى التوتر ولا كيأثر لنا حتى طريقة الأكل ديالنا حيت دابا فاش كنجيو مثلا ناكلو في الوجبة عندنا قبل ما نبداو ناكلو واحد لافاز اللي كنسميوها لافاز سيفاليك. شنو هي هاد لافاز هادي؟ حنا قبل ما كنبداو ناكلو كنستعدو لهذاك الأكل فاش كنشمو ريحة الأكل فاش كنشوفو الأكل فاش كنفكروا في الاكل مثلا حنا كنوجدوا الطبله حنا جالسين حنا كنتسناو شي واحد يجي باش ناكلو فهاد المده هادي الجسم ديالنا شنو كيدير؟ كيبدا بالافرازات ديال لي زونزيم ديال الهضم. يعني كنلقاو ان لا ساليف كتبدا كتسكريتا بواحد الشكل اللي هو كبير دونك على راسها كنلقاو لاميلاز. كنلقاو المعده ديالنا كتفرز لينا لي بيبسينوجين ولي زاسيد غاستريك. دونك فاش كناكلو كيكون الجسم ديالنا مستعد يعني كتكون عندنا الهضم بطريقه جيده. دابا كتلقى الواحد خدام ها هو خدام وفي الخدمه خدام غيهز ساندويتش وغيبدا ياكل فيه ما عطاش للجسم ديالو هذاك الوقت باش يوجد يعني المعده باش توجد راسها وباش تفرز هذوك الهرمونات ما عطاهاش الوقت. دونك هنايا غنلقاو المشاكل ديال المعده المشاكل ديال ارتفاع الحموضه ديال المعده. دونك هاد المشاكل اللي ولينا كنلاحظوهم دابا في العصر ديالنا بزاف واللي الاصل ديالهم والسبب ديالهم الحقيقي هو هاد التوتر هذا. طيب هذا هو موضوعنا طيله الاسبوع للعفاف حفيظ وكيفاش نقلبوا على ساعتنا في تغذيه اللي هي مهمه ومناسبه للجسم ديالنا وكيفاش نرفعوا التوتر من خلال هذه التغذيه الصحيحه والسليمه. معك دكتوره عفاف حفيظ مختصه في التغذيه والحميه بمدينه قنيطره. صباحك مبروك وشكرا على مشاركتك طيله الاسبوع للعفاف حفيظ. شكرا لك. شكرا لك. بارك الله فيك. الى اللقاء.